أجنية برياح مصممة أزياء كتشتغل أساساً على اللباس البلدي. تصميمها كيسير موضة العصر من خلال تقطيعات وتفاصيل العصرية، وفي نفس الوقت كيحافظ على روح الأصالة والتقليد في اللباس البلدي. فدوى كتقدم لبسات تيركواز كتكون من زوج القطع. القطعة الأولى كتكون من المبرا والموسلين، الكول في والكمام بوفونت. القطعة الثانية كتكون من الحرير بألوان من درجة تيركواز والأصفر. الكول الكمام والحزام مرصعين بشواروفسكي. الثانية كتكون من الموبرا بالبوردو بكول ماور. الكمام عراض من الموسلين كيعطيو شكل كاب على ظهر اللبسة. القطعة الثانية دوبلي بتوب لون دوغي ومطبوع بورود. هذا الثوب هو نفس الثوب القطعة التحتانية، سفيفة مرصعة بديست خاص مولمين للحزام. الثالثة كتكون من ثلاث قطع بدرجة متفاوتة للبنفسجي. القطعة الأولى بدي بلي على مستوى الصدر، القطعة الثانية مطرزة بوريدات ومرصعة بديست خاص، والقطعة الثالثة على شكل مونتوم المبرا كذلك باللون البنفسجي. الحزام باللون بلونكاسي مرصع بأحجار على مستوى الخصر، السفيفة كذلك باللون البلونكاسي. هي كذلك من الموبرا، القطعة الأولى باللون البنفسجي الناصع والثانية بالبنفسجي الفاتح، سفيفة وتطريزات بالصمدوغي لتفتح لون اللبسة.